FM. الكلمة ليك. ضيفنا سي فتحي الشامخي نائب نجيب عشبية بمجلس نواب الشعب. صباح الخير سي فتحي. صباح الخير وشكرا على الدعوة. شكرا لك انت على قبولك الدعوة اللي موجود بحضنا اليوم للحديث عن احداث في تونس. اكيد باش نرجع معك وحديثنا معك على احداث بن قردان وتبعات هذه الاحداث في تونس وماذا يمكن ان نفعل سياسيا وامنيا اليوم لمقاومة هذا الارهاب. منعنا اليوم في بن قردان بفضل الامن والجيش والمواطنين واللحمة اللي كانت موجودة من إقامة إمارة داعشية. اليوم هذا السيناريو مازال موجود. هذه الحلقة الأولى من مسلسل طويل من الإرهاب. تعليقك سي فتحي. صحيح اللي وقع في بن قردان أمر خطير برشا للأسف، معناها يجي يعني استمرار لعمليات إرهابية سابقة، وهو يعني دونك وكما ذكرت سيادتك يعني الكل لا تبي النجاح بفضل يعني حسن استعداد المنظومة الأمنية والدفاعية، وخاصة بفضل معناها الدور الإيجابي جدا اللي لعبوه المواطنين. نعم. أولا كذبوا كل الافتراءات اللي كانت معناها تنسبهم لي أو تصفهم بمخزون للإرهابيين، هذه حاجة. وحاجة ثانية بتواجدهم على الميدان، يعني كان فما رمزية كبيرة مساندة للقوات الأمنية والمخاطرة بحياتهم، وكانت معناها العكس تماما متاع الاستقبال متاع الإرهابيين. كانت يعني نجم نقولوا رجل أمني ثاني ولا رجل جندي ثاني كان على الميدان، هذه حاجة مهمة. في المقابل هذا يعكس معناها تواصل انخرام الوضع في تونس. هذا اللي وقع معناها مش فقط شيء جاي من الخارج أو ظاهرة في المنطقة بكل، هو كذلك يعكس يعني تواصل أزمة، تواصل فشل. ومن ناحية أخرى معناها هذه ملاحظة أخيرة، أنه تأخر الحكومة وعدم قدرتها على الإحاطة بالأمر، واخر شيء هو معناها الزيارة الباهتة والباردة والمتأخرة متاع حبيب السيد، وما نحكيش على غياب تام لرئيس الجمهورية اللي ما ترددش باش ياخذ الطيارة ويمشي لباريس، حتى وان كان فما رد معناها العملية بالمثل على زيارة فرانسوا هولاند بعد عملية باردو. أما بصراحة يعني هذا يدل على اللخبطة التامة والتشتت التام على المستوى الحكومي واللي هو مسؤول على الوضع. سي فتحي مرحبا بك. كما كنت تحكي على الزيارة اللي التوينس الكل قالوا اللي هي زيارة متأخرة لسيد رئيس الحكومة، زيارة أخرى كانت من المفروض أنها تكون هي زيارة سيد البيجي قائد سبسي رئيس الجمهورية واللي هي ما تمتش ويمكن باش تتم. من جهة أخرى نلقاو أحزاب وأجهزة دولية معناتها اللي هي تنظم مسيرة ضد الإرهاب، من جهة أخرى نلقاو تأخير انعقاد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب. هل هذا المطلوب اليوم من الشعب التونسي ومن التوانسة اللي قاعدين يواجهوا في الإرهاب ومن بن قردان اللي ورات للعالم الكل اللي هي تونس نجم تنتصر على الإرهاب، هل هذا المطلوب وهل هذا اللي بشي خرجنا من الأزمة ومن المأزق اللي احنا فيه اليوم؟ شكرا على السؤال. أولا مرة أخرى أنا هذا اعتقادي الراسخ، أنه مرة أخرى يظهر المواطنين ويظهر الشعب بصفة عامة في المستوى، في مستوى معناها المهام التاريخية، في مستوى الحدث، ويظهر السياسيين بصفة عامة واللي مسكين بزمام الأمور في البلاد، يعني out completely خارجين على الإطار وعلى النسق وعلى كما قلت. دليل هذا أكبر دليل أنه يعني هذه حرب، معناها حرب شنتها عصابة إجرامية على جزء من التراب التونسي، والرئيس الحكومة يعني رئيس التنفيذي ما هوش لهنا، وثم كما قلت رئيس الجمهورية اللي عنده رمزية كبيرة برشا متغيب تماما، يمكن عذره الوحيد هو السن ولا العمر ولا الصحة. أما في الحالات هذه يعني يلزم الدولة تسجل حضورها، حتى الأمنيين والجنود اللي على الميدان
يلزم كذلك حضور من الدولة يدعم. ألوغ بالنسبة للمؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب مش تأخر، فما رفض واضح، لأن المؤتمر هذا المراد منه يعني مش فقط التشخيص، ما تحديد المسؤوليات والبحث عن الأسباب وضع النقاط الكبرى معناتها الحال. ما هوش هو يعني لما متاع حباب ومتاع بوس وتعنيق والسلام عليكم وحدة وطنية زائفة، هو بالحق معناها البحث في ملف خطير. كما قلت معناها نتمنى وباش تكون هذه آخر ضربة، أما للأسف الشديد كل الدلائل تدل لأنه بلادنا مستهدفة وربما بما هو أعظم، ولذا يلزمنا كذلك الجبهة الداخلية نثبت أمورنا من هالخلايا النائمة من هالجهات اللي تدعم فعلا ويعني تنافق قولا إلى آخره. هذا هو بالنسبة للمؤتمر الوطني مقاومة ومكافحة الإرهاب اللي الجبهة الشعبية بصفة خاصة طالب به وبإلحاح. سي فتحي، السؤال المطروح في كل المواقع الاجتماعية في كل مرة تتوفر فيها فرصة للمواطنين والمواطنات في التعبير على آرائهم في التلفزات في الإذاعات، نفس السؤال، ما هو موقفكم من الناس اللي حضنت هالنزعة الجهادية السلفية المسلحة المعادية للدولة التونسية المعادية لمكاسب الشعب التونسي التقدمية المعادية للحداثة التونسية سنوات ونحن نلحظ هذا؟ من إنسان كان من مدافعين على قضية حقوق الإنسان هو الرئيس المرزوقي اللي استقبل كل القيادات السلفية في قصر كارتاج، الصور الروية للأسف بالنسبة لدفاعاته الصور موجودة والتصريحات موجودة وإشارة رابعة العدوية موجودة والتضامن الكامل مع مشائخ السلفية في مساكن وفي غيرها موجودة على المنصات مدة حملة انتخابية. ما هو موقفكم من هذه نقولها المعسكر اللي موجود واللي هو كان حاضن للفكر هذايا ومتفهمه يعطيه أسباب تاريخية وتعلات ويعني حتى إثباتات؟ احنا معنا نحكي لهنا باسم الجبهة الشعبية، موقف الجبهة الشعبية كان واضح ولا يزال واضح من يعني الأطراف اللي تشجع وتنشر في الفكرة هذايا وتغذي فيه وتنظم فيه إلى آخره، واحنا كنا أشرنا ولازلنا نشير إلى مسؤولية الترويكا في يعني ترعرع وانتشار السلفية والفكر الجهادي في تونس. والجبهة الشعبية معناها لحد الآن عندها زوز من قياداتها اللي مشاو ضحية هالاغتيالات السياسية اللي هي الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. احنا صحيح معناها من جانب معناها مناصرين لحقوق الإنسان، وانت ذكرت منصف المرزوقي اللي هو مناصر حقوق الإنسان، لكن بعد في السلطة يعني أشياء اللي عملها معاكسة تماما، والعلاقات والناس اللي استقبلهم في القصر معناها وجوه معروفة متاع الجهاديين والإرهابيين إلى آخره. احنا الجبهة الشعبية وأول مرة ربما مش نقولها، احنا استمرار الى جزء هام من مش تتفاجئ من المشروع البورقيبي الوطني، ولهنا مش نحب ان معناها نشير الى محاولة معناها عملية تحيل كبيرة وقعت في أثناء الانتخابات بخصوص الموقف من الإسلام السياسي. وقت نقول مواصلة المشروع البورقيبي أقصد معناها مجلة الأحوال الشخصية، منظومة التنظيم العائلي، الخدمات الاجتماعية، التعليم والصحة العمومية، وحتى حاجة أخرى توا الآن ربما توا المغيبة هي لكن الرأي العام توا يسمع بها، فما الآن محاولة فصل، مش محاولة، فما معناها مشروع لفصل البنك المركزي عن الدولة التونسية. يعني فما قضية متعطلاق
قدمتها قدموا البنك المركزي. أنا عضو في اللجنة المالية مشروع جديد نتاع النظام البنك المركزي. ألورك البنك المركزي هو معناها أحد أعمدة النظام البرجيبي، وبالخصوص معناها برشا ناس يذكروا يسميه بيت الدينار بالضبط، بيت العملة يذكروا الوطنية. الهادي نويرة، الهادي نويرة اللي معناها كلفوا برجيبة بمهمة يعني تصميم وإعداد وإنشاء البنك المركزي في 58، وقعد محافظ البنك المركزي حتى 1970، يعني أحد أعمدة النظام البرجيبي الاقتصادية. يعني البنك المركزي النقد هو السيادة، سي لا سوفرينتي. اليوم الناس اللي يزعموا أولا أنهم استمرار المشروع الحداثة، خطر التوانسة يزم يفهموا، يزم يميزوا ما بين الصديق الحقيقي وبين معناها اللي يحاول يلقى فيش حاجة تعطيه شرعية في وجوده. دونك قلت اليوم هالجماعة الكل اللي رافعين راية البرجيبية يعني هما أول من معناها يضربوا ضربات المعاول في الأشياء المكتسبات اللي تميز المجتمع التونسي. دونك اليوم أنا في اعتقادي أن الإسلام السياسي مزروع بقوة الآن في تونس، عنده جانب دعوي كبير. نتذكر بكلنا احنا كنا توانسة وعايشين في تونس وقت اللي السنوات حكم الترويكا، كيفاش أول من أصبح في حرج في الفضاء العمومي هما النساء. البنية معناها قبل ما تخرج أمها تقول لها بربي شوف الجيب متاعك راه قصير شوية، حاول غطي شعرك، ما تسهرش في الليل إلى آخره. شفنا يعني أشياء عديدة ما ذكرهاش، معناها الهجمات يعني على الزوي وعلى كل معناها الجانب الثقافي للشعب التونسي، يعني كانت هجمة قوية. هجمة وهابية أنا أنا ألهاكم التكادة زرتم المقابر في القروان قدام أسوار أسوار مدينة القروان في باب جلدين، بلاصة معناها تجمعات كبيرة للأسود، للون الأسود بالألاف ذكروا يعني هذا الكل، هذا الكل والخيام الدعوية اللي كانت منتشرة يعني بحضور بعض وجوه الحقوقيين، يعني مدام سهام بن سدرين في بمسويق أظن، يعني ما مش أنا غلط معناها ماش صور مفبركة. أما اللي أكثر من هكا معناها روف العياد اللي كان صديق قبل 14 جان في معناها بحضور كان من السجناء السياسيين تاع اليسار. فاليسار هذا تاريخ قديم برشا، في عنده زمان من اللي تلق اليسار يمكن طايش صغر يعني كان في برج الرومي مع المجموعة هذه كان في معناها في حضر مع أبو عياض في ندوة سياسية. دونك يزم توضح هذه الأمور الكل، هذاك علاش المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب يوضح الحكاية هذه الكل ويحدد المسؤوليات ومعناها بمشاركة هالناس هذوما الكل اللي في الترويكا اللي كانوا مشاركين في هالعملية هذه الإعدادية، نقولوا اللي حاولت باش يعني تفتح المجال للفكر السلفي والجهادي. على كل هما رافضين فكرة المؤتمر مش حابين، وهذاك علاش وخاطر اليوم ما تبقى أو نداء تونس كما هو اليوم أصبح رهينة بالضبط في طورب ما تسمعوا في الأيام القادمة المزيد من معناها تعبيرات هالوضع اللي ولينا فيه، يعني ولت أغلبية جديدة في البرلمان وما تبقى من نداء تونس عارف الشيء هذا، يعني وصلنا في وضع معناها من الوضع السياسي يعني وضع غريب جدا. تقصد ماشيين الكتلة بين النداء والنهضة في المجلس النواب الشعب؟ لا مش هذا، هما ديجا كتلة يتصرفوا بالشكل ذا، أما يعني في مو الحزب عنده استقلاليته السياسية، وخاصة الحزب كي خرج الأول في الانتخابات، والحزب اللي كان يزعم اللي عنده مشروع حداثي وعنده يعني نية في أنه يحافظ على المكتسبات التقدمية متاع المجتمع التونسي ويزيد عليه. الحزب هذايا معناها كيفاش يعني الناس كل تعرف كيفاش انقسم وضعف، نحكي على البرلمان زاده في المجلس، وكيفاش أصبح اليوم يعني خاضع لضغوط و باش نستعمل كلمة إملاءات، يعني الكتلة الكبيرة الكتلة الأولى اليوم في البرلمان اللي هي كتلة النهضة.
دونك هذا بطبيعة الحال ما يوضحش وما يدعمش الرباعي الحاكم، بالعكس يخلي السياسة متذبذبة ويخلي دونك الأمور متاع ذي موضوع أنه ذي مكافحة الإرهاب يعني فيه برشا أخذ ورد وهينات وتراو حتى معناها ربما هذا عنده علاقة بالزيارة الباهتة والمتأخرة متاع الرئيس الحكومة للبنغردان. باهتة من ناحية متأخرة متفاهمين فيها متأخرة اللي جات من بعد تقريبا من بعد أسبوع بيت خطرتها هكاك كالعادة باش نعملوا استثمارات باش نعملوا حاجات هذيك تعتبرها نفس الكلام نفس الاستوانة اللي تتعاود ديما في الزيارات الكل. ولهنا نذكر معناها الوعود متاع الحكومة البرنامج اللي جاء على أثر الانتفاضة متاع المعطلين عن العمل. يعني واللي تحدثنا عليها برشا واللي معناها كي الغبار اللي هزوا الريح مشيت الحكاية تطويت وبطبيعة الحال معناها الزيارة متاع رئيس الحكومة بطبيعة مش يحكي على وعود واستثمارات ومنطقة حرة 120 مليون دينار قالت نجم تقضي على التهريب في المنطقة اليوم. والله كلام هذا مش معقول أولا نظرا للوضع اللي في ليبيا. يعني المشروع هذا أنا معاه ممتاز قديم المشروع هذا أنا منطقة زرزيز الحرة أنا شخصين مستاذ في الجامعة وكنت معناها من الحواج اللي كنت تحدث عليهم هو الفكرة هذه إن زون تومبون بين الاثنين وتنجم تنشط اقتصاديا المنطقة. أما توا تهبط في الوضع هذا وتحكي على المشروع هذا إيش معناه يعني تهدئة الأجواء بطبيعة الحال هو يشترط اثنين يشترط تونس وليبيا هذا معناها إذا كان مش تعملوا في تونس بركة ما عندوش معنى ولا معناها حوايج هكاك اللي ماخذة بالخاطر وبرك ماخذة بالخاطر ورفع ملام. نعم رجينا معك بعض الأخبار ضيفنا فتحي الشامخي النائب مجلس نواب الشعب عن إجابة شعبية نجم تخليوا الأسئلة بتاعكم تفاعلاتكم على راديو كابا فام على الفيسبوك. صافي قصيرة في الأخبار ورجينا ولك فوري وصلنا حتى 9:39 مرحبا بكم زين معكم تقريبا حتى للعشرة. ضيفنا اليوم فتحي الشامخي نائب مجلس نواب الشعب عن إجابة شعبية تحدثت على زيارة الحبيب سيد واعتبرتها زيارة باهتة وفي سياق حديثك حكيت على البرنامج الحكومي البرنامج الحكومي مش عاجب إجابة شعبية التي رفضت الدخول في الائتلاف الحكومي يعني تكوين الحكومة مش راضية على البرنامج وقعدت في دور المعارضة. قلت البرنامج بتاعكم برنامج نجم يخدم تونس هل لو قابلتم في الدخول في الائتلاف الحكومي وعطيتوا البرنامج بتاعكم كان يمكن تفادي عدة أشياء عوض اللي يقولوا جبهة شعبية قاعدت في المعارضة وقاعد جوست تعطي في أرائها دون فعل. لا ولن ماهوش تصحيح المعطى مهم ماهوش الجبهة الشعبية اللي رفضت الدخول في الحكومة شكون الائتلاف الحاكم ولا السي الحبيب السيد هو اللي رفض وقال ما فماش رغبة في انضمام الجبهة الشعبية للحكومة. طيب دونك ما تم بالفعل هو أنه وقع استدعاء الجبهة الشعبية وقت اللي السي الحبيب يعمل في المشاورات متاعه لتكوين الحكومة مشيت الجبهة الشعبية مرتين وقابلت السي الحبيب الصيد وقدمت تصورها ومقترحات وكل شيء مش معناها هاو التصورات يا تقبلوهم يا نرفض أما يعني وقع التصريح في الاجتماع بصريح العبارة أنه معناها ما فماش رغبة في الجبهة الشعبية في الحكومة دونك ماهوش الجبهة الشعبية اللي رفضت. طيب سي فتحي ثم سؤال يعود دائما على المحك الجبهة الشعبية ومبادئ التأسيسية الجبهة الشعبية لكل أحزاب والمجموعات التي تكون الجبهة الشعبية هي مطالب ديمقراطية تقدمية حداثية اشتراكية اقتصاديا لكن الجبهة الشعبية ما عندهاش يعني نزعة أو اتجاه أو مضامين تخص الدفاع الوطني تخص يعني تلك المرحلة القاسية اللي هي حمل السلاح لحماية الدولة ولحماية الشعب وحياة المواطنين ضد الإرهاب وضد كذا ثم كمل نوع من الحرج هو نسمعوه تو نسمعنا سي عبد الستار موسى مش من الجبهة الشعبية ستار رئيس رابطة حقوق الإنسان نحن مع حقوق الإنسان مهما كانت الظروف راضية النصراوي اللي هي تنتمي للجبهة الشعبية تقول لك احنا في هذه مسألة التعذيب او مسألة تعرض اي انسان لاي لون من العنف يعني نحن نناهضه وهو اهم من كل شيء يعني كيف التوفيق سؤالي هو هذا كيف نوفق بين حرب
حتى الموت ضد الإرهاب. هذوما جنودنا ويعني وأمنيين وحتى من الديوانة حرس الديوانة الكل كل معرضين للقتل، للقتل الشنيع بمنهم طاغوت. كيفاش نطلب منهم كذلك التقيد بقواعد حقوق الإنسان كما هي، يعني وكأن يعني بصفة قدسية؟ كيفاش التوفيق بين هذا وهذا؟ أولا سي رجاء، فيما يخص الدفاع عن الوطن، وانت سيد العارفين وتعرف اللي اليسار في تاريخه الطويل مش في تونس في العالم الكل، يعني وقت اللي اليمين بجميع معناها تعبيراته مثلا مع النازية وحكومة فيشي متاع بيتان اتسيتيرا، يعني صحيح كان فما دوغول في لندن، أما على الميدان كان الحزب الشيوعي الفرنساوي هو اللي كان العمود متاع بارتيزان العمود الفقري متاع المقاومة الوطنية لا ريزيستانس إلى آخره. دونك في نجم نعدد معناها الأمثلة في إيطاليا كيف كيف، في إسبانيا بضبط مع بضبط بضبط ضد فرانكو. دونك اليسار بصفة عامة يعني عمره ما تخلى على الواجب الدفاع الوطني وقت اللي فما معناها عدو واضح وفما واجب يطلب ذلك. الموضوع الآخر معناها كيفاش حقوق الإنسان، وما ذكرته سيادتك في كونه يعني في حالات الحرب وفي حالات كذا كيفاش يكون وضع تعاملنا مع حقوق الإنسان. مش نعطيك مثال، مثلا عنا لقينا القبض على إرهابي حاطت معناها متفجرات تنجم، إذا كانت تتفجر تنجم معناها تقتل آلاف العباد، والسيد هذا تحت يدنا ورافض باش يقول وين حط اللحود، يعني بطبيعة الحال كيفاش باش نتعاملوا معاه؟ حط القنابل الموقوتة مثلا، مش نقولوا له بون راهو معناها مش نحكيه معاك أنت وخاطرك كان تحب تقولنا ولا ما، بطبيعة الحال لهنا بحضور محامي يلزم يكون المحامي محاضر حسب القانون. لهنا كما ترى في حالة قصوى أنه حياة آلاف العباد يلزم السيد هذا يقولنا فين حاطت اللحود هذا. دونك أنا شخصيا دونك باش تعذبوا، معناها شو ما تعذبوا، مش وغاية أنك بونتو فيه تتشفى فيه تتشفى فيه، تحب تاخذ منه المعلومة ذيك لإنقاذ حياة متاع آلاف البشر، هذا معناها نتصوروا مشروع جدا في حالة الحرب في حالة خطر كما هكا، مشروع جدا أنك معناها تستعمل كل الوسائل باش تاخذ منه المعلومة. لكن أخلاقيا، أما جستما أخلاقيا لهنا القضية فين تطرح أخلاقيا؟ من بعد أنت نورمال ما مش تتصرف بمقتضى القانون، مش معناها أنا نغض عليك الطرف، بمقتضى القانون. المشكلة هو أنه فانا حد مش تقف كما لوتانازي، معناها وقت اللي واحد يقول لك انسان فريمون في حاله سيئة بين الموت وبين الحياه، يعني كي باش تعطي الحق في ايقاف الحياه في القتل، المشكله هو وين تحددها الى اي مدى، يعني تسمح بالتعذيب للحصول على معلومات. هذه بالحق معناها انا شخصيا نعجز باش نقول اخت اللي يكون الفاصل يعني ما عادش واضح بالضبط كما في الحاله اللي ذكرت لك، الحاله القصوى هذه اللي يصبح فيه التعذيب معناها تقول هذا انسان خطر. سيتان ديباب باسيونون من ناحيه الاخلاقيه معناها، وصحيح ان الانسان يقعد حايه، هذايا انسان ارهابي حط ثلاث قنابل في سوق في سوق بن قردان ما تعرفش فين بالضبط، معناه وثم عائلات وثم ناس واطفال خارجين من المكتب كذا، كيفاش باش يقر؟ كيفاش باش يصرح لك تاخذ المعلومه من الموجودين باش تغطس له راسه في الماء باش تعمل له باش تعمل له انا نتصور يلزم بالكهرباء. ترخيص يلزم ترخيص كما نقولوا معناها محدد جدا، ما يلزمش يكون فما معناها ترخيص عام هكاك، يلزم يكون في الحاله هذيك بالذات كما الامر الاستثنائي اللي يصدر على السلطة القضائية يلزم في الحالة هذيك بالذات تعطي مثلا هك الترخيص هذاك للحصول على المعلومة بكل الطرق. أما بصراحة المسألة كما قلت أنت معقدة جدا، خاطر القاعدة هو الحفاظ على الحرمة الجسدية والمعنوية لكل إنسان. هذه القاعدة سلا غاقل، أما لكل قاعدة فما استثناءات. في الحالة هذه القصوى اللي ذكرناها باش الواحد يفهم، يعني يلزم يكون فما ترخيص استثنائي للحصول على المعلومة. أما معناها فما بطبيعة الحالة اللي يحب ياخو ترخيص
دائم كوا. الترخيص هذا يعني ونقول له برا تصرف كل ما تولي حتى سهولة، معناها في عوض أنت تعمل التحقيق، في عوض تعمل الوسائل العلمية للوصول إلى الدليل، تولي تو سامبلومون عندك العصا والفلقة والوحدة في الواحد وما تكسرش راسك. أنا نعرفه، كنت دخلت الحبس سابقا سجين سياسي، وكنت نعرف أنه معناها التحقيق ما يكسروش روس، عنده الفلقة والعصا وكل شيء هي اللي تجيب. في عوض يقعد يعمل تحليل، وفي عوض يقعد يكون عنده معناها جهاز، معناها بوليس، عنده البوليروتي وعنده اي، في عوض يكون عنده بوليس سيونتيفيك، هاوكا عنده العصا هي تتعفيه من كل شيء. دونك قلت لك موضوع بصراحه، واحنا توا خارجين من عهد نتاع استبداد بصفه عامه واستعمال العنف في السياسه الى اخره، يعني دونك يلزمنا بشويه بشويه الراي العام معناها بلوتو ينزع إلى أنه معناها استعمال العنف حتى بصفة واسعة لمقاومة الخطر دائما. في نفس الوقت ما لازمناش نفقدوا روحنا، فو با كومبير دو نوت خام في المعركة هذه، خطر ديما الوضع العام في حالات كيما هكا يدفع نحو الاستبداد، عودة الاستبداد. يعني يلزم بقدر ما نكونوا جوست قادمة في الحوار مع سيدنا برشا وقت. نادية تفضل. سي فتحي، هي تنفرضوا اللي الجبهة الشعبية خرجت من المعارضة وخرجت من دور النقد والتنديد اللي نعرفوها، وكانت يعني في موقف قرار مثلا ضمن رئاسة الحكومة. اليوم عنا معناتها المعالجة ومش الوقاية. كنا نحكي قبيلة على عملية بن قردين اللي كانوا حذروا منها العديد من المسؤولين والمحللين السياسيين، حكينا فيها قبيلة سراجي ونزار مثلا. سي منذر ثابت كان حذر من العملية هذه اللي كانت نجم تصير في بن قردين من 2015، ولكن ما تمش الوقاية من هذا النوع من العمليات، وهذا وانتوما أدرى يدل على نوع من الخلل في الجهاز الاستخباراتي في تونس، اللي هو مشكلة كبيرة برش. شنو كانت نجم تكون الإجراءات متاعكم ولا القرارات متاعكم لو كانت الجبهة الشعبية ضمن رئاسة الحكومة ولا ضمن الفريق الحكومي؟ الجبهة الشعبية دونك موجودة في المعارضة، وتغيير موقعها هذا مش بيدها هي، بيد توينسا. لا يعني نفرضوا شنو المنهج اللي كانت تاخذه الجبهة الشعبية لو كانت في الفريق الحكومي مثلا؟ هو اولا نعتبر موضوعيا الجبهة الشعبية ما هيش في المعارضة، الحكومة هي اللي في المعارضة. يعني اذا كان ناخذوا المعنى العميق متاع الثورة التونسية، يعني الثورة اللي في جوهرها هو تعبير ورفض على السياسة السابقة واللي مستمرة وحتى نسقها قاعد يتقوى الى اخره. الوغ دونك توا عندنا بطبيعه الحال مثلا الهجوم العمليه الارهابيه في بن قردين عندها اسبابها المباشره توت سويت، يعني اللي تكونت وتراكمت بعد 14 جانفي، لكن في نفس الوقت عندها اسبابها العميقه الاساسيه، يعني الدمار الشامل اللي شمل الشباب التونسي، الحرب الاجتماعيه والاقتصاديه اللي معناها بيتعرض لها الشعب التونسي توا قرابة ربع قرن. هذا دونك ما نجموش اليوم، أنا في اعتقادي، هذا اعتقادي الراسخ، أنه المواجهة الأمنية العسكرية اللي هي ضرورية في الإعداد المادي والمعنوي والتجهيزات والإمكانيات، هذا ضروري لأنه كما نقوله لإطفاء النار، واحد وقت اللي يبدأ في داره فما حريق يلزم إجراءات مستعجلة، لكن في نفس الوقت يلزم الأصل الداء. اليوم اقتصادنا يعني من سيء إلى أسوأ، اقتصاد غريب جدا، اقتصاد يعني أعطى داير بظهره للشعب التونسي، اقتصاد ما يخدمش في الناس، ما يوفرش ظروف الحياة اللائقة للناس، يعني اقتصاد غريب، اقتصاد افتك منا احنا بصفة عامة، اقتصاد ينتج في الثروة لكن معناها مش قاعدة البلاد تستفاد به، يعني نمو قاعد يفقر في الناس وهذه حالة غريبة، الثروة تزيد والشعب يتفقر، كان واحد على قد ما يأكل هو قاعد يضعف الواحد. ألوغ دونك اليوم المواجهة حسب رأيي بقدر ما يلزم إجراءات معناها ملموسة تخص كما ذكرت الاستخبارات، الدفاع، المنظومة الدفاع والمنظومة الأمنية وتجهيزات وإلى آخره، هذا ضروري ومستعجل ويلزم تعبئة الموارد المالية ليه. فما عنا أثرياء في تونس
ويلزمهم يضحيوا. احنا مثلا في الجبهة الشعبية تحدثنا عدة مرات على ضريبة استثنائية يدفعها الواحد يدفعوها الأثرياء اللي عنا دي ملياردير وعنا دي مليونير في تونس عندهم برشا ثروة وهما بالأساس الوالى اللي ثرواتهم مهدة بالعدم الاستقرار أي على الثروة متاعهم معنا ما نمسوش الإنتاج توسكي كل ما هو مدمج في الإنتاج يعني متاع الشركات إلى آخره ما نمسوش الباتريمون يعني الحوايج الجامدة اللي تراكمت عبر الزمن دونك وفما الحاجة الأخرى اللي تعرف شنو أنا نجم شبهلك الحكومة الحالية كيما لو بومبي بيغومان يعني رجل المطافة اللي في نفس الوقت هو يشعل في النار أنا نأكد لك وللأسف الشديد اللي الآن فما برنامج تتفاوض فيه الحكومة في كنف السرية التامة مع صندوق النقد الدولي وبش يقع توقيع الاتفاق هذايا من المنتظر في 22 أفريل البرنامج هذايا يعني هو برنامج حرب حقيقية على تونس أو استمرار الحرب يعني كيفاش أنت تأجج في الوضع الاجتماعي كيفاش تغذي في الاحتقان وفي نفس الوقت تحاول يعني مش فقط تتأطر أمنيا أما أنت في حاجة للالتفاف الشعبي للجبهة معناها الداخلية يلزم الناس يكونوا يعني معاك واقفين معاك خطر يحكيوا اللي شفنا في الشباب اللي هجم على بنقردان يعني ناس خذت شهايد وفي عوض مستقبلها راي الآن في الدولة وفي يعني في النشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي نلقاوهم هزين السلاح ضد البلاد متاعهم معناها تحولوا إلى مجرمين بدون رحمة ولا دونك أنا في اعتقادي الحكومة عندها غلط كومبليتمون غلط على طول الخط وأنا نحملها أكثر من هكا مسؤولية يعني المساهمة في تدمير البلاد وفي تعريض البلاد للمخاطر هذه بما فيها الإرهاب. سي فتحي نحن ويا للأسف في نهاية هذا الحوار الثري لأنه سمعنا جمل سنعود إليها بحول الله في مناسبات ثانية حول مثلا الحداثة البرجيبية والمكاسب البرجيبية في الأيامات يعني حضرت حاجة لستينية الاستقلال ولا الناس كل نساتها يعني احنا استغربنا كلامات الناس ناسية اللي هي ستينية الاستقلال يعني محطة هامة في تاريخنا الوطني. السؤال مهم تعرف انه في يمكن اذا كان تحتفل به الجبهة الشعبية باش تحتفل بك الوعد اللي قدمت فيه دولة بورقيبة اشواط مما لا شك فيه وكان وعد صادق يعني وكانت فما العزيمة موجودة هو في بناء الدولة واستكمال السيادة وانا بكري ذكرت لك على تجربة الهادي نويرة انسان اللي نقدره يعني وانسان اللي بناء البنك المركزي وقلت حكيت على البنك المركزي يعني اليوم اذا كان نرجع بصدق للمشروع البورقيبي يعني بمعنى بالحق يعني تحقيق السيادة الشعبية هو الان هو شو اخذ عديدة على النظام البورقيبي خاصة انك الانحطاط البيروقراطي الى اخره دونك بالحق مسألة مهمة اليوم اين نحن من الاستقلال اللي فما ناس ضحات عليه وفما ناس نرجع للسؤال سي رجاء هل حضرتوا حاجة لستنية الاستقلال احنا تو ما تعرف غطسين في المؤتمر متاعنا في المؤتمر متاعنا المؤتمر الجبهة الشعبية اللي هو ندوة الوطنية الثالثة أيه. اللي باش تعقد في 25 و 26 و 27 مارس أما معناها سراجا كانت بادرة نجي كل معك كل الرفاق يعطيك الصحة ساعة تذكير بستينية شكرا لك سي فتحي الشامخي النائب عن مجلس نواب الشعب في الجبهة الشعبية على حضورك معنا والإجابة على مختلف الأسئلة شكرا لك سي رجاء فرحات نادية عبير معاذ هبة أمين تقابلوا غدوة إن شاء الله نهاركم زين كاب اف ام الكلمة ليك